الأسرة، وش علاقتكم فيها في صقل الموهوب؟ الأسرة مهم جدا، عنصر أساسي، ولذا دائما في كلماتنا دائما في لقاءاتنا نشيد بدور الأسرة على الأقل في فيما يتعلق بتمكين هذا الطالب ودعم هذا الطالب لالتحاق برامجنا، خاصة البرامج التي ليست في وقت الدراسة، اللي مثلا يوم السبت مثلا لتقدم. أحيانا يطلب أنه ولي الأمر يعطينا الالتزام أنه يحضر ابنه ويلتزم حتى لو كانت عن بعد عن البيت، أنه تمكين الطالب. يعني بعض الناس كثير في إجازاتهم يسألوننا في الصيف ممكن أخذ أقد برنامج الإسرائيلي، أريد أن أغلي لكن أريد أن أسافر، فقل لها تقدر عن بعد، أهم شيء التزم في الجدول في هذا. ولذا عندنا إدارة عامة خاصة بالإرشاد والتوجيه، توجيه الطالب لمستقبله وإرشاده نفسيا فيما يتعلق في علم نفس خاص لهم اسمه علم نفس الموهبة، ندرب فيه المعلمين، ندرب فيه المعنيين اللي يتقابلوا مع الطلاب كيف يتعامل مع الطالب، كيف يتعامل مع قضايا، لأنه أحيانا الطالب الموهوب قد يصنف في بعض الدراسات على أنه توحد لأنه ينفصل عن المجتمع اللي هو فيه، ولذا نعمل لعلاج مثل هذه المشكلات مبكرا حتى يندمج مع أسرته، يتفهمونه كيف يفكر وهو يدرك أنه تميزه مثلا واختلافه عن الآخرين.